راسي انا ما بقيتش نفكر فيك، نبقى نشوف نقول انا غنموت ونخلي وليداتي. ما لقيت واحد ما رحمني ولا شاف فيا. الا مت ما كاينش غادي يرحمهم. اختي انا جاني السرطان في الثدي من 2019، درت الشيميو، درت البولا، دوزت واحد المحنة ما نقولش لك عليه، يعني دزت فيه ما كنقدرش حتى الماء نشربه. وليداتي حتى هما كانوا يعني باقين صغار وكنفكر فيهم، يعني ما حتى راسي انا ما بقيتش نفكر فيك، نبقى نشوف نقول انا غنموت ونخلي وليداتي. الا خليت وليداتي اختي راه ما كاينش اللي غيقابلهم ولا غيشوف فيهم ولا يرحمهم. باقين صغار، الدري عدد 3 سنين والاخر وولدي الاخر عنده 9 سنين، والدري الاخر عنده 14 عام، يعني باقين صغار، يعني مازال باقين محتاجين ليا. ديما كتفكري في هذا الشيء؟ ايوا كنفكر في اختي دابا من كنعس. امين اختي، من كنعس كنبقى نفكر فيهم غير هما. عانيت اختي بزاف، يعني من راه عام اختي وانا كنتعالج، حصص ومن كندير الشيميو، يعني ما خصنيش نشم لا سانيكر ولا جافي لا والو، يعني لا شميت غير شي حاجه ديال الطياب كنقرض النهار كامل، يعني تدوز واحد سيمانه عاد باش لاكليت هذاك الماء اللي داز ليا بزز. ماشي سهل، ماشي سهل. ودابا حتى الشقه ما كنقدرش نشقى، الا حقاش غير راجلي اللي معاوني هو اللي كيعاوني في الشقه في الدار، كان هو اللي طيب قلتي ليا، هو اللي معاوني، لقيت فيه كل شيء، يعني خويا لقيت فيه الاب، لقيت فيه الام، لقيت فيه كل شيء. اختي ما سانداتيش عندي عائله شويه، ما اش غنقول لك، ما وقفوش معايا، خلوني بوحدي. عرفتي في السبيطار، مشيت للسبيطار انني غنحيد البزوله، مني في قسم البنج لقيت غير راجلي وليداتي اللي حدايا، ما لقيت واحد ما رحمني ولا شاف فيا. صعيب الحال تحسي بالوحدانيه مع ان عائلتك كاينه. الا كان والديك حداك وداك الشيء كتحسي بعدا، راه الناس راهو والديك واقفين معاك. ما كانت واحد الحمد لله. وشنو خصك؟ دابا نطلب من اخوتي المحسنين يعاونوني، لا يعاونوني اجرهم عند الله كثير، فهمتي؟ دابا التحاليل اختي كيجيوني غاليين، يعني ما كنلقاش، والراجل على قد الحال. شحال دابا التحاليل خصك ديرهم؟ التحاليل هذيك شهر واحد درتهم، ديال السلطان درتهم ب 12000 ريال، والسكانير كيني طلبوا لي 40، بعد خطره 46 كل مره، واش كي على حساب الحاله. وامتى خصك تعاوديهم؟ دابا عندي في شهر 4 نهار 28. خاصني نعاود من 3 شهور 3 شهور، من 3 شهور 3 شهور، درتهم في شهر واحد، دابا عطاني في شهر 4 نديرهم. ما عنديش اختي، الله شوفي وليداتي دابا في هذا رمضان والله ما تقديت ليهم، وغنوريك الثلاجه وغتشوفي بعينك. انا عندي الدواء كيخرج لي الدواء ديال 3 شهور، تيسالي لي من كان يسالي لي الدواء كنمشي عنده، يعني لا كنشري لحقاش اللي بغيتي السبيطار غيقولوا لك بقيت تسني على باكية، واصلا كنشري من الصيدليه اخا شويه رخيص، كنشري ب 2600 اختي. بغيتهم انا يعاونوني، لحقاش ما غيعاونونيش انا، غيعاونوا وليداتي. الا مت ما كاينش غادي يرحمهم. انا كنطلبهم بزاف يعاونوني في هاد الشهر ديال الغفران، ربي فهمتي انا خايفه على وليداتي حيت باقيين صغار. انتي وليداتك ان شاء الله؟ ايوا يا اختي، الا وقفت العلاج راه بحال ما درت والو، كلشي مشى ليا، يعني هاد المجهود ديال عامين كل اللي دوزت اللي فيها فيها الشيميو وفيها كل شيء، يعني راه دوزت واحد المحنه بزاف واعره، يعني ما غنقدرش
ما نقدرش دابا وليداتي كنتسنى نترجى فيهم الله، هما دابا لعب وقفت العلاج بحال ما درت والو. كنطلبها من خوتي المحسنين يعاونوني في هذا الشهر رمضان، راه اجرهم عند الله ما غاديش يضيع. النمره عندهم يتصلوا بيا وغايجيو يشوفوا حالتي كلها، ما يعني هذا الشيء اللي كنقول لهم راه باين اختي، انت تي كتشوفي على عينك. السلطان كنديرهم ديال الذنب كنديرهم ب 12 الف ريال حرفيا، حيت المغاربه ما كيدوزوش بعضيات، كيدوزوش بعضيات. انا كنطلبهم غير يعاونوني باش نتعالج لوليداتي.